هنا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، حيث أزهقت أرواح من كانوا يبحثون عن أمل للحياة. نحو 100 شخص من مرضى كورونا وذويهم لقوا حتفهم، وبأي طريقة؟ لعل واقع العراق ينبئ ببشاعتها. مو كأنما قنينة أكسجين، كأنما سيارة مفخخة، بحيث التهم كل شيء، المرضى والمرافقين والأجهزة، ما طلع أي شيء سالم نهائياً. كان وضع يعني الناس البطانيات شايلينها، البطانيات المرضى، وحاولوا نقلوهم لباقي المستشفيات. دقائق الفاجعة الأولى كانت الأشد وطأة على الذين هم بداخل المشفى وخارجها، حيث واجه الراقدون فيها وسكان المنطقة القريبة وحدهم ألسنة اللهب التي التهمت الطابق الثاني. الله أكبر، العالم كلها ماتت. حالة العالم من مين تطلعها؟ يعني أغلبيتها قامت تشيت من فوق، يعني وماك أحد، لا مدير لا هاي، حتى البنغلاديش عافنا والهزم. ومن 10:30 لثلاثة بالليل أنا هنا، أنا بالأخير ورا 12 اللي جت الإسعافات والكادر والطب اللي قام يجون، الحال ما قام يصيحون بالجوامع اللي جو لي جاي، الباعة فارغة، هاي العالم هنا مجطلة بالقاع، ما حد شالهم، ما حد يمهم نهائيا. فالله على التكاتك والكيات والعالم، هاي منا شباب المنطقة. عدد الضحايا ناهز 100، والأدهى كان الواقع الصحي المنهار، ليس في مستشفى ابن الخطيب فقط، بل في جميع مستشفيات البلاد، ليظهر مرة أخرى الفساد الحكومي كدمية موت تفتك بالعراقيين. بأدبت إسعافات تجي من الزعفرانية، أطفائيات تجي من الزعفرانية، هاي المستشفى كل شيء ما بيهم، على العلم 3 مستشفيات وعليها سحب قوي، مرعب كلش. يعني إحنا طلعناهم بالبداية، اللي قدرنا نطلعهم طلعناهم، والما قدرنا يعني أطب، أنا قلت لك بأول الحدث بالمقدمة أطب أشوف المرة ترفع إيدها وتحترق، أريد نطب نشيلها، أنا ولد حسن هنا أريد نطب نشيلها، ما نقدر، يموح وجهنا. قساوة الوصف من قسوة الواقع الذي تتحمله الحكومة بوزرائها ورئيسها وكل من ظن خيرا بحكام العراق الجدد. تقصير جدا كبير، ولم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يكن لهم أي دور في هذه الحالة. المحاصصة هي سبب رئيسي بالتقصير في وزارة الصحة، وزارة الصحة من الوزارات المفروض الإنسانية، فإحنا قضيتنا وزارة الصحة، عضو مجلس النواب لا يتطبب إلا في الخارج. فاجعة مستشفى ابن الخطيب ليست الأولى ولا يتوقع لها أن تكون الأخيرة، في ظل حكم طبقة سياسية جعلت العراق على رأس قائمة الدول التي تعاني من الكوارث والفساد والفشل.